شكرا حضراتكم. نطمن على التصويت في محافظات الصعيد وتحديدا محافظة سوهاج من الزميل معتز العقاد. مساء الخير يا معتز. مساء النور لحضرتك ولكل المشاهدين ولضيوف حضرتك ان شاء الله. احنا لسه في لجنة المدرسة الثانوية العسكرية بنين، لجنة رقم 3 منذ أول يوم. كان أول يوم عدد المصوتين في حدود 1400، ثاني يوم في حدود 800، اليوم لم يتعد عدد المصوتين 70 صوت. 70 صوت، يعني كنت تتسألين عن مدى تأثير اليوم على أي مرشحين، سواء المرشح عبد الفتاح السيسي أو حمدين صباح. على نسبة المشاركة بصفة عامة يا معتز، 70 صوت لن يؤثر على أي منهما. 70 صوتا لن يؤثر على أي نتيجة بالطبع. هناك ايضا تساؤل من حمدين صباحي او طلب فصل اليومين الاولانيين عن النتيجه كلها وعزل اليوم الاخير، لكن عمليا طبعا كان هناك تساؤلات قانونيه طرحتيها على ضيوف حضرتك منذ الصباح، هل يمكن هذا ام لا؟ عمليا هذا هو الصندوق الذي تجمع فيه الاصوات منذ اول يوم. بالطبع كل هذه الاصوات ليست 70 صوتا، هذه أصوات الثلاثة أيام، فلا يمكن عمليا فصل آخر يوم. مظبوط. وللتأكد من هذه المعلومة معنا المستشار أسامة عنبر رئيس اللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة سوهاج العسكرية بنين. سيادة المستشار، مدى عملية ان احنا نقدر نفصل نتيجة اليومين الاولين عن نتيجة ثالث يوم؟ بيستحيل، لان كل الأصوات بتحط في صندوق واحد، فمن الصعب جدا ان يتفصل اليوم الاول عن اليوم الثاني عن اليوم الثالث. وان كان بيتم الفصل ده في العمليه الحسابيه في المحضر، لان احنا عاقب كل يوم بنقول عدد الاصوات اللي في داخل الصندوق، لكن عمليا دلوقتي ما يمكنش تحديد الاصوات اللي تمت في اليوم الاول والاصوات اللي تمت في اليوم الثاني والاصوات اللي تمت في اليوم الثالث، ده استحاله طبعا. لكن العمليه الانتخابيه كانت في اليوم الاول. اتفضلي. لو نسأل معالي المستشار، بيبقى عنده حصر النهارده الاقبال ضعيف، بس احنا عشمانين بعد الجو مهدي، لان احنا في الصعيد هنا الجو حر، بعد شويه كده احتمال يبقى في اقبال من الناس. معتز لو تسمح لي، لو نسأل معالي المستشار، بيبقى في كشوف بغض النظر عن الاوراق اللي بتتحط في الصناديق، في كشوف للانتخابات؟ مفترض ان المستشار طبعا في نهايه اليوم بيجمع الاعداد من الكشوف، ولا ده ما بيحصلش؟ لان لو بيجمع الاعداد في نهايه اليوم مثلا امبارح هيبقى عارف العدد.